برحب بحضراتكم مرة تانية، وزي ما بنقول دايما يعني العد التنازلي بدأ للمباراة الأهم. كل اللي يهمنا جدا من الجماهير الفترة دي هي الدعم الكامل، زي ما قلت انا واحمد في بدايه الحلقه، الدعم الكامل لفريقنا النادي الاهلي. احنا في ظهره، احنا ما فيش اي مجال لاي انتقاد او اي حاجه، مجرد ان احنا طبعا واقفين في ظهر فريقنا، وده بيبقى واصل جدا. الاحساس ده واصل للعيبه زي ما واصل لهم. قد ايه رغبه حضراتكم، رغبه جمهور الاهلي من اصغر مشجع لاكبر مشجع طبعا الفوز بافريقيا، قد ايه واثقين في الجهاز الفني، واثقين في اللعيبه، واثقين ان شاء الله نشوف عرض مشرف يليق بالكره المصريه، وكمان نشوف بإذن الله انتصار كبير للنادي الأهلي. التاسعة بإذن الله تكون في دولاب بطولتنا. أكيد بنتكلم على حدث تاريخي، كلنا محظوظين إن احنا جزء من الحدث ده. انا بتكلم على جماهير، علينا كاعلاميين، على اي حد بيشتغل في مجال الكوره في الفتره دي، على اللعيبه، اي حد في يوم من الايام هيفتخر ان هو كان جزء من حدث زي ده، مباراه الاهلي والزمالك نهائي افريقيا، وباذن الله تكون التاسعه للاهلي. كلام كتير طبعا عن النادي الاهلي الفتره دي وعن مباراه الاهلي والزمالك مع كابتن اشرف ممدوح اللي منورني في الاستوديو. منورني يا كابتن، ومبسوط ان حضرتك معايا. مساء الخير يا ساره، ومساء الخير على جمهورك وجمهور النادي الاهلي وجمهور قناه النادي الاهلي. سعيد بوجودي معاكي النهارده، والحقيقه يعني بضم صوتي لصوتك طبعا، لانه مباراه تاريخيه لاول مره تكون. هنتكلم بالتاكيد عن مباراه الاهلي والزمالك، ولكن هي مباراه بالفعل تاريخيه لاول مره، نهائي بين فريقين من نفس البلد، نهائي بين الاهلي والزمالك، ودي مباراه كل الناس عارفة أنها مباراة يعني استثنائية دايما، لأول مرة تقام في مصر طبعا بين الأهلي والزمالك. فأتمنى إن شاء الله يعني تكون مباراة على قدر هذا التبجيل والتعظيم اللي احنا بنتكلم عنه، وكمان إن شاء الله تكون لصالح فريقنا إن شاء الله النادي الأهلي، ونضم التاسعة إن شاء الله لبيتنا النادي الأهلي بإذن الله يا كابتن. وخلينا نتكلم على، بما أن حضرتك بتتكلم على قد إيه مباراة تاريخية، فكرة مبادرة دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أنه طبعا لا للتعصب مصر أولا، وأنه لازم يكون في روح رياضية، لازم يكون في مظهر لائق بالكرة المصرية وباسم مصر. يعني احنا بنتكلم على طبعا مباراة كبيرة هيتابعها ناس كتير، يعني شايف ازاي المبادرة دي؟ شايف قد ايه المفروض الفترة دي نبقى كلنا بنعمل دورنا بأكمل وجه، ان ما يكونش في اي نوع من التعصب بين جماهير الفرقتين؟ خليني هنا من بيتنا ومن قناتنا النادي الاهلي يعني اتوجه بالشكر طبعا للدكتور اشرف صبحي لتكملة الدوري في البداية، وتكملة النشاط الرياضي بشكل عام في مصر، لانه الحقيقة كانت ناس كثيرة متخوفة من الكورونا ومن تكملة النشاط الرياضي في مصر خاصة الدوري. يعني يمكن الحقيقة دعمه واصراره على تكملة المشوار وتكملة النشاط الرياضي في مصر حقيقة كان ليه نتائج هائلة جدا جدا على مستوى الأندية، وكمان على مستوى منتخب مصر. النهارده بنشوف نادي الأهلي ونادي الزمالك في نهائي أكبر أو ثالث أكبر بطولة في العالم، مش بنتكلم بس في أفريقيا، ثالث أكبر بطولة في العالم بعد أوروبا وبعد أمريكا الجنوبية بطولة أفريقيا. بنتكلم عن وجود بيراميدز كمان في نهائي الكونفدرالية، بنتكلم عن تكملة الدوري المصري، بنتكلم عن وصول منتخبنا إن شاء الله بنسبة كبيرة جدا جدا للدور اللي بعد كده في تصفيات أمم أفريقيا، وبالتالي كان الإصرار رائع جدا جدا على تكملة النشاط الرياضي. دور الحقيقة وزارة الشباب والرياضة ودور الدكتور أشرف صبحي الحقيقة مهم جدا جدا، لأنه كمان بيشتغل على الناحية الجماهيرية وكمان على الإعلام والسوشيال ميديا في دعمهم الكبير جدا والمهم جدا لنبذ التعصب. مبادرة مهمة جدا الحقيقة في التوقيت الحالي، يمكن لسه ما فيش عودة للجماهير، نتمنى إن شاء الله. كنت يعني تتمنى تشوف جماهير في المباراة؟ بالتأكيد، يعني أعتقد أن كرة القدم بدون جمهور يعني بدون رائحة وبدون لون وبدون طعم، ولكن يعني السوشيال ميديا الحقيقة خلت شوية الأمور فيها تعصب كبير جدا جدا، واعتقد انك متفقه معايا شويه ساره انه الاعلام لابد ان يكون له دور كبير جدا جدا مع الوزاره، مع وزاره الشباب والرياضه، مع دكتور اشرف صبحي في تبني هذه المبادره. مهم جدا جدا انه التعصب خلاص ننبذ هذا التعصب، وانه الناس تشجع، حب فرقتك زي ما انت عايز، شجع فرقتك زي ما انت عايز، ولكن التعصب الحقيقه اصبح شيء يعني مرعب ومخيف، واعتقد ان الناس كلها في العالم كله ابتدت تراعي هذه الامور. يمكن حصل عندنا في الكام سنه اللي فاتوا دول عايز اقول كارثتين، الدفاع الجوي وبورسعيد،
وفقدنا شباب يمكن لسه شباب طالع 17 18 سنة، أعتقد أنهم كارثتين كانوا يكفوا أنه ما يكونش في عندنا تعصب في الفترة اللي فاتت، والفترة اللي جاية إن شاء الله يكون الوعي الكامل أننا يعني نتبنى مع الوزارة ومع دكتور أشرف صبحي وطبعا الأندية على رأسهم طبعا النادي الأهلي ومجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة طبعا كابتن محمود خطيب ومجلس إدارة نادي الزمالك، الأندية الكبيرة والجماهيرية الكبيرة، مهم جدا جدا أن هم يساهموا ويساعدوا في ده كمان. أكيد طبعا. هروح كمان مع حضرتك نبدأ بقى بامبارح وطبعا التأهل لنص نهائي كأس مصر، بس كنت عايزة بس أقول أنه كنا في الفقرة الأولى بنتكلم على كابتن ميمي شربيني، طبعا كبير المعلقين دايما صحيح. كان بيمتعنا بتعليقه أكيد، وطبعا هو حي يرزق وبنتمنى له يا رب الصحة والستر وطولة العمر. ياما أمتعنا كابتن أشرف. يعني أعتقد أنه هو أول من يعني حبب الناس في كرة القدم في تعليق صح. على كرة القدم كابتن ميمي، يعني ربنا يديله الصحة بقى في عمره، وأتمنى الناس يعني تبطل بقى الإشاعات دي، يعني ربنا يديم عليه الصحة ويديم على كل نجومنا إن شاء الله في مصر الصحة والعافية. يعني خلينا نرجع للنص نهائي كأس مصر والتأهل ليه ومباراة امبارح أبو قير للأسمدة، مباراة في ظروف مش بنلعب بكل اللعيبة الأساسية كابتن أشرف، سوء أرضية الملعب برضو كان موجود يعني عامل موجود، ولكن طلعنا بمكاسب كتير قوي. يعني المباراة امبارح طالعين بمكاسب الحمد لله، أولها إن مفيش أي إصابات ودي حاجة مهمة جدا بالنسبة لنا الفترة دي وخصوصا قبل مباراة الأهلي والزمالك، لكن كمان عندنا عودة رامي ربيعة، عندنا طبعا وليد سليمان. إيه رأيك في جون وليد سليمان الأول؟ يعني وليد عودنا على جوان الحياة الرائعة دي، يعني أتمنى له إن شاء الله أن يكون بإذن الله يعني يكون يا رب بإذن الله النهاردة هنتأكد إن شاء الله تكون بإذن سلبية الله إن شاء الله يا رب. شايف إزاي مكاسب مباراة امبارح الأهلي وأبو قير للأسماك؟ شوفي انا شايف ان بيتسو متسوميني ماشي بشكل رائع جدا، يعني كنا بنتكلم على معلش اسمحي لي هخرج شويه بره الاطار المباراه فضل. لانه بيتسو متسوميني الحقيقه كان ناس كثيره بتشكك في قرار مجلس اداره النادي الاهلي باختياره في هذا التوقيت، ولكن الحقيقه انا شايف اختيار رائع جدا، كان لابد من بعد رحيل فايلر انه يكون في تفكير سريع وتنفيذ اسرع بالتعاقد مع مدير فني عنده مؤهلات معينة في هذه الفترة. يمكن بيتسو متسوميني عنده القدرة الكبيرة جدا بالإضافة لشخصيته كاركتر شخصيته اللي الحقيقة افتقدناه بعد مانويل جوزيه في التعامل مع اللاعبين في التعامل مع الصحافة والإعلام في التعامل، شفتي كتير من المدربين تولوا النادي الأهلي كان عندهم مشاكل شوية مع الصحفيين ومع جمهور النادي الأهلي، ولكن بيتسو متسوميني من بعد ما تولى الأمور مباشرة أعتقد أن العلاقة بينه وبين جمهور الأهلي بقت رائعة جدا. هو يا كابتن حابب جمهور الاهلي وحابب الاهلي من قبل ما يجي، يعني من وهو بيدرب سان داونز، دي حقيقة. ودي فرقه جدا مع الناس ومدرك قيمه النادي الاهلي من قبل ما يجي، ده صحيح. فكان الاصرار من مجلس اداره النادي الاهلي وكابتن محمود خطيب والقرار السريع بتوليه المسؤوليه في هذه الفتره انه عنده خبرات كبيره جدا في افريقيا، واجه الوداد اللي كنا هنواجهه في السيمي فاينال في دوري ابطال افريقيا 10 مرات تقريبا، صحيح كان حظوظه مع الوداد ما كانتش قويه لما كان متولي سان داونز، ولكن خبراته الكبيره جدا في هذا التوقيت مع دوري ابطال افريقيا ادت فرصه كبيره جدا ومساحه كبيره لمجلس اداره النادي الاهلي انه ياخد القرار سريع جدا بالتعاقد معاه. كاركتر الشخصيه الحقيقه شكل رائع جدا، يمكن اصدقائي كتير من لاعبي النادي الاهلي بيتكلموا عن كيفيه تعامل بيتسو متسوميني وجهازه الفني مع اللاعبين، ازاي بيقدر يعني يتعامل نفسيا مع اللاعبين سواء اللي على دكه البدلاء او اللي ما بيشاركوش بشكل دائم او المصابين او اللي بيشاركوا بشكل او بصفه مستديمه، اعتقد ان ده مهم جدا جدا في شخصيه المدرب انه يقدر يتعامل مع كل اللاعبين سواء اللي بيلعب او اللي ما بيلعبش، دي بتدي اراحه كبيره جدا للمدرب والمدير الفني انه يتعامل بسهوله، وبتدي اراحه كبيره جدا للاعبين انه يقدر يدي اكتر ما عنده لو ما بيشاركش، بيحاول انه يشارك بشكل دائم وبشكل مستديم. اعتقد ان القرار صائب مليون في المية. بالنسبة لمباراة امبارح بالتأكيد كان القرار سليم انه يشارك، يمكن ما شاركش امبارح من الاساسيين غير ياسر ابراهيم والشناوي، واعتقد كانت فرصة كبيرة جدا انه يدي فرصة للاعبين اللي ما كانوش بيشاركوا قبل كده فانه يطمن عليهم بشكل كبير، وان هم كمان يدخلوا في اجواء المباريات، وانه اللياقة البدنية لانه يمكن الفترة دي محدش عارف، يمكن ربنا طبعا ان شاء الله يحفظ كل لاعبتنا وكل لاعبة مصر بالتأكيد مش بس النادي الاهلي، ظروف الكورونا محدش عارف مين ممكن يتصاب، ممكن مين يبقى بعيد عن المباراة
مباراه النهائي ان شاء الله امام نادي الزمالك. يشفي الجميع ويحفظهم يا رب، نتمنى ده. وبالتالي كان مهم جدا انك تطمني على عدد كبير من اللاعبين. يمكن الزج شويه ببعض اللاعبين الناشئين او الصغار في السن، يمكن دي كانت فرصه مميزه جدا في مباراه ابو قير امبارح. صحيح ابو قير فرقه يمكن متواضعه شويه مع احترامنا الكامل ليهم، ولكن قدوا مباراه جيده امبارح امام النادي الاهلي. العربي بدري يمكن كان مميز جدا امبارح، احمد نبيل كوكا كان مميز. كان ايه رايك في قدوا مباراه مميزه، يمكن اول مباراه يشارك فيها مع النادي الاهلي، اعتقد انها كانت بدايه مميزه جدا. وهيسعدني اكتر ان شاء الله الفتره الجايه انه ميتسوباني يحاول بشكل كبير انه يضم عدد كبير من ناشئين النادي الاهلي في الفتره اللي جايه على سبيل التمرين، حتى على الاقل عشان يتعودوا على اجواء الفريق. شفت زي عوده رامي ربيعه في مباراه امبارح؟ رامي حقيقه من بدايه رامي ربيعه وانا شايف انه من افضل المدافعين في مصر، ولكن للاسف يمكن ظروفه الاستثنائيه في عدد الاصابات الكتيره حاله بيتعرض لها رامي بعدته شويه عن النادي الاهلي، بعدته شويه عن منتخب مصر، ولكن رامي يمتلك امكانيات كبيره جدا جدا الحقيقه، وان شاء الله يعني يستقر باذن الله. انا اتمنى انه لما يعود المره دي يعود باذن الله سليم 100%، ويبتدي يحافظ على نفسه اكتر من كده شويه، لان رامي الحقيقه بيمتلك امكانيات بدنيه وفنيه رائعه جدا جدا، هتفرق كتير جدا جدا في وجوده في خط دفاع النادي الاهلي. خليني برضو يا كابتن، كنا بنتكلم في اول الحلقه على انه قد ايه في اشاعات طالعه كتير انه النادي الاهلي عنده اصابات، لكن هو مكتم، حاجه غير منطقيه بالمره. يعني ما فيش ابدا ممكن اي نادي كبير بقيمه واسم النادي الاهلي ان هو يبقى عنده اصابات بفيروس كورونا، هيكتم ازاي يعني؟ اكيد اي لاعب، خاصه ان في مسحات كل يوم تقريبا طبعا يعني. واي لاعب يعني بيتم تاكيد ايجابيه مسحته تم عزله طبعا تماما، وده صح ودي الاجراءات الاحترازيه. شايف ازاي البلبله دي او الاشاعات دي في وقت زي ده؟ مباراه مهمه زي ما اتكلمنا، ومباراه على مستوى الجماهيريه اعتقد مش بس في مصر، في الوطن العربي، في افريقيا كمان. وبالتالي السوشيال ميديا بيكون ليها دور كبير جدا جدا في الفتره دي في ترويج الاشاعات اكتر. يمكن كل جماهير لكل نادي بتحاول بقدر الامكان انها تحبط شويه الجماهير الاخرى او لاعبي الفريق الاخر. وزي ما انت قلت يا ساره، تفضلتي وقلت انه النادي الاهلي وبيتسو ماتسوماني قرر انه عزل النادي الاهلي تماما الفتره دي عن كل الاجواء الاعلاميه والصحفيه و في معسكر مغلق ان شاء الله. ده بيبعد شويه اللاعبين والجهاز الفني عن اللي بيحصل في السوشيال ميديا ده، وده مهم جدا الحقيقه عزلهم تماما عن ده عشان التركيز اكتر. وبالتالي السوشيال ميديا يعني هو ده للاسف في الفترات الاخيره ابتدت تكون بتعتمد اكتر على الاكاذيب وعلى الشائعات، واللي اتمنى ان شاء الله زي ما كنا بنتكلم عن مبادره نبذ التعصب اننا ننبذ كمان الشائعات الغير مبرره دي والغير صحيحه. اللي عنده خبر سليم ممكن يقوله او يجتهد عشان يوصل لخبر سليم ويقوله، ولكن للاسف الشديد كل واحد النهارده ماسك الموبايل وعلى تليفونه بيقعد يدخل ويكتب اخبار الحقيقه سيئه وسلبيه واحيانا بتحبط ناس كتير. يعني خبر زي كابتن ميمي الشربيني مثلا وفاته لا قدر الله، ربنا يديله الصحه طبعا، يعني قد ايه بيأثر سلبي جدا على نفسيه كابتن ميمي الشربيني او على اي حد من ممكن يتلقى هذا الخبر يعني. طبعا يعني فاتمنى ان الناس بس تراعي شويه انه المصداقيه شويه في الاخبار، واحنا اتعودنا هنا في قناه النادي الاهلي اننا دايما يعني بنصر على ان الاخبار تكون سليمه 100%، وبنجتهد على قد ما بنقدر. اعتقد كل مقدمي البرامج حتى ضيوف القناه بيحاولوا دايما ان تكون الاخبار سليمه 100%. بالتاكيد الاشاعات شيء سيء، ونتمنى ان شاء الله احنا ننبذها الفتره اللي جايه باذن الله يا كابتن. وبعد الفاصل يا كابتن اشرف هتكلم معاك بقى عن فنيا مباراه الاهلي والزمالك، تقراها فنيا ازاي والتشكيل الامثل بالنسبه من وجهه نظر حضرتك بالنسبه لنادي الاهلي، بس بعد الفاصل ان شاء الله. برحب بحضراتكم مره تانية، ولسه منورني كابتن اشرف ممدوح، وكلام كتير عن النادي الاهلي الفتره الحاليه. احنا في اهم فتره في الموسم يا كابتن، بنتكلم على مباراه النهائي الافريقي الاهلي والزمالك، ازاي تقرا المباراه دي فنيا؟ مباراه صعب يعني، خلينا نتفق، واعتقد جمهور الاهلي والزمالك حسوا الفتره الاخيره ان الاهلي والزمالك الحمد لله فايقين الفتره الاخيره، وده ادى مساحه كبيره لكابتن حسام البدري ان يكون عندنا عدد كبير من لاعبي الدوري المحلي موجودين في القوام الرئيسي لمنتخب مصر، والحقيقه دي ما حصلتش يعني بقى لها فتره طويله. اعتقد انه الاهلي الفتره الاخيره الحمد لله فايق بشكل كبير بطوله الدوري، 33 مباراه، 27 فوز، 5 تعادلات، مباراه وحيده خساره، افضل خط هجومي 71 هدف، وافضل خط دفاعي 8
اهداف يعني تلقاها بس مرمانة، وبالتالي النادي الاهلي في افضل فتراته فنيا. مش هنتكلم بس على المستوى الاحصائيات، ولكن يمكن شويه الفتره الاخيره كنا بنتكلم على مستوى الاستحواذ داخل الملعب فنيا. ريني فايلر قبل ما يتولى بتسوميني الاداره الفنيه كان بيلعب بشكل كبير على الاستحواذ، نسبه الاستحواذ النادي الاهلي او لاعبي النادي الاهلي في خط وسط الملعب انه يكون في استحواذ بشكل كبير جدا للاعبي النادي الاهلي، وبالتالي لاعبي النادي الاهلي الفتره الاخيره او الموسم الاخير كان في فترات استحواذ كثيره جدا، كان في كره حلوه بنشوفها، جماهير النادي الاهلي استمتعت مع النتائج بالاداء كمان المميز للاعبي النادي الاهلي الفتره الاخيره، في جماعيه كبيره جدا في الاداء، في ضغط كبير جدا على المنافس، وبالتالي النادي الاهلي قدر يحسم البطوله قبل نهايتها بعدد كبير من الاسابيع. اقرب المنافسين كان بعيد جدا بسبع او ثمان اسابيع، وبالتالي النادي الاهلي على المستوى الفني في الدوري المحلي كان رائع جدا وحسم البطوله بشكل كبير جدا قبل نهايتها. على المستوى الافريقي كنا متخوفين الحقيقه بشكل كبير، خاصه انه الفرق المغربيه كانت يمكن الوداد والرجاء من افضل الفرق في افريقيا مش بس في المغرب، وكان في تخوف كبير جدا جدا من ان المباراه تكون هناك في ظل عدم الدعم الجماهيري هنا كمان للنادي الاهلي او حتى على مستوى نادي الزمالك، وبالتالي الفرقتين يمكن الوداد والرجاء كانوا مستواهم في نهايه البطوله، وده ساعد كتير النادي الاهلي انه يقدر بدنيا يكون واقف، انه كان في صراع كبير جدا 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 بين الوداد والرجاء على بطوله الدوري المغربي في حتى نهايه الاسبوع الاخير في الدوري. الرجاء قدر يحسمه بفرق نقطه. صحيح، وبالتالي كان في منافسه كبيره جدا جدا حتى اخر اسبوع، وده يمكن ارهقهم شويه. قدر بتسوماني الحقيقه انه يعمل الروتيشن للاعبي النادي الاهلي، وقدر انه يصل بالتشكيل مميز جدا جاهز بدنيا وفنيا على اقصى درجه في مباراه الوداد هناك وفي مباراه الوداد هنا، وقدر النادي الاهلي الحمد لله ان يحسم المباراه بشكل رائع جدا اداء ونتيجه. مباراه الزمالك على المستوى الفني انا شايف الحقيقه ان الفرقتين في هذه الفتره متقاربين جدا في المستوى، يعني في النادي الاهلي في عدد من اللاعبين مميز جدا جدا في المستوى الفني، بنتكلم عن من خط الظهر رغم ان الاصابات كتير، ولكن يعني علي معلول، ايمن اشرف بشكل رائع جدا مميز مع النادي الاهلي الفتره دي، الشناوي طبعا حارس مصر وافريقيا في الفتره الاخيره، بنتكلم عن ياسر ابراهيم، محمد هاني في خط الوسط السوليه واليو ديانج، الحقيقه الاثنين بيؤدوا عمليه الدفاع والهجوم والروتيشن اللي بينهم في عمليه الدفاع والهجوم بشكل رائع جدا جدا، وده بيدي سيطره واستحواذ في وسط الملعب بعمليه التمركز الرائع جدا للسوليه واليو ديانج في وسط الملعب. قفشه مميز جدا جدا الفترات الاخيره الحقيقه، ويمكن الثقه اللي اكتسبها من بيتسو ماتسوميني في الفتره الاخيره اديته فرصه للابداع، يعني شايف قفشه في الفتره الاخيره بيبدع، مش بس بيدي اكتر ما عنده ولكن بيبدع كمان، بنشوف اهداف مميزه جدا، لمساته للمهاجمين كمان كانت مميزه جدا الفتره الاخيره سواء مع النادي الاهلي او مع قفشه من اكتر اللعيبه الموسيماني عرف يتعامل معاها نفسيا كمان. بتفق معاكي جدا جدا الحقيقه، وده اللي كنت بقوله لك في اول حلقه انه بيتسو ماتسوميني مميز جدا جدا على مستوى التعامل مع اللاعبين، بيقدر بيعرف يتعامل معهم نفسيا بشكل جيد، بيقدر يخلق فرصه انه اللاعب يقدر يبدع ويطلع اقصى ما عنده في الملعب، خاصه ان اللعيبه في مصر دلوقتي اصبحت الحقيقه متخوفه شويه من الكورونا ومن الاصابات ومن يعني حتى حاله الزهق والملل من عدم وجود جماهير في المدرجات. هو موسم اصلا كان صعب. صحيح. يعني هو موسم استثنائي وقعدوا فتره كبيره اللعيبه بعيد عن الكوره وعن التدريب، يمكن بنتكلم في اربع شهور، تغيير مدربين. صحيح. يعني كل ده اكيد بياثر على اللاعب، فانه يبقى في مدرب قادر يتعامل مع اللعيبه بطريقه نفسيه صحيحه ده بيفرق جدا بنسبه 60-70%. عايز اقول لك ان بيفرق بالفعل مع اللاعب المصري تحديدا بنسبه 60-70%، انك تقدري تطلعي اقصى ما عنده وهو مرتاح وبيدي داخل الملعب وهو مرتاح، ودي بتفرق كتير جدا في الاداء، وده شفناه على لعيبه كتيره في النادي الاهلي منهم قفشه كنا بنتكلم عنه، حسين الشحات كمان الفتره الاخيره مميز جدا، اجاي مروان محسن اللي اتمنى ان شاء الله انه يعود بقوه،
اكتر من كده، ان مروان الحقيقه من المهاجمين المميزين جدا، ولكن الحقيقه للاسف ظروف الاصابات وظروف ابتعاده شويه عن التهديف بتفرق معاه نفسيا شويه. مروان لعيب كبير وعنده خبرات كتيره، اتمنى وفي الفتره الاخيره كان مروان بيأدي بشكل كويس، بشكل مميز جدا. يعني يمكن دي نتيجه التعامل النفسي اكتر من متسوميني مع اللاعبين. لاعبي الزمالك احنا مش هنقدر ننكر ابدا ان لاعبي الزمالك الفتره الاخيره نادي الزمالك ماشي بشكل جيد، عنده بعض اللاعبين حتى على مستوى المنتخبات يعني بن شرقي وزيزو ومصطفى محمد ماشيين بشكل جيد، ولكن النادي الاهلي دايما بنتكلم عن انه في المباريات الحاسمه والبطولات الحاسمه دايما النادي الاهلي بيكون كعبه اعلى شويه، بيكون فرصته اعلى شويه في الروح بتفرق كتير جدا جدا مع الاداء، اصرار اللاعبين هيفرق كتير جدا جدا اصراره في هذه المباراه. احنا بقى لنا فتره طويله ما حصلناش على البطوله دي 2013 بعيد عن النادي الاهلي انه يقعد او كتير عن النادي الاهلي سبع مواسم ما يقدرش او سبع بطولات ما يقدرش النادي الاهلي ما يحصلش عليها ثلاث اربع بطولات ما يحصلش النادي الاهلي عليها، وبالتالي مهم جدا جدا للاعبين والجهاز الفني وكمان مجلس اداره النادي الاهلي انه يحصل على هذه البطوله في هذا التوقيت في هذه المباراه الاستثنائيه زي ما تفضلتي وقلتي، لانها مباراه هيشوفها كل الوطن العربي وافريقيا كمان. اتمنى ان شاء الله النادي الاهلي يكون باذن الله في هذا اليوم، لان هتفرق كتير جدا حاله اللاعبين تكون جيده، التجهيز النفسي مع البدني والفني بيفرق كتير جدا جدا في هذه اللقاءات. شايف ازاي التشكيل الافضل بالنسبه للنادي الاهلي من وجهه نظرك؟ طبعا يعني اتمنى ان شاء الله ان نصل للمباراه ان شاء الله بدون اصابات او بدون كورونا ان شاء الله. يعني اعتقد انه الشناوي لا خلاف عليه، هيكون ناحيه الشمال علي معلول، هتكون ايمن اشرف، ياسر ابراهيم، اعتقد هم اجهز اثنين في هذا المكان في قلب الدفاع. هيكون محمد هاني بالتاكيد ان شاء الله، يعني هو خلاص ابتدى عاد للتدريبات. في خط الوسط هيكون السوليه واليو ديانج، والثلاثي اللي تحت مروان هيكون قفشه وحسين الشحات واجايه مع مروان. اعتقد ده التشكيل الامثل للنادي الاهلي والافوق في هذه الفتره والاجهز من الناحيه الفنيه والبدنيه كمان على مستوى المباريات في الفترات الاخيره. يمكن في بعض اللي من الناحيه الفنيه شويه اعتقد متسوميني بيسعى جاهدا الفترات الاخيره ودايما بيلعب على ده، انه بيدرس الخصم بشكل او المنافس، بلاش الخصم دي، بيدرس المنافس بشكل كبير جدا، بيعرف نقاط الضعف والقوه فين. بالتاكيد هيكون في رقابه لبعض اللاعبين في نادي الزمالك على مستوى الناحيه الهجوميه، ودي اللي عايزه اضيفها شويه ساره، انه مع فايلر كان في استحواذ بشكل كبير جدا للاعب النادي الاهلي. بتسوميني بيلعب بشكل هجومي، وده شفناه في كل مباريات النادي الاهلي سواء في الدوري او في بطوله دوري ابطال افريقيا. الطريقتين دول بيكملوا بعض، انك تقدري تستحوذي وتلعبي بطريقه هجوميه. دايما الفرق بتقع في اخطاء دفاعيه كتير لما بتكوني بهجم كتير وبتقابل او بتواجهي منافس قوي، بيكون في اخطاء دفاعيه. اعتقد ان بيتسو متسوميني حريص على دي جدا، وبيمرن لاعبي النادي الاهلي بشكل كبير جدا على ازاي ندافع ونهاجم بنفس الكثافه، كثافه عدديه كبيره في خط الدفاع، كثافه عدديه كبيره في خط الهجوم، وده اللي بيدي التوازن الكبير جدا والبالانس اللي بيخلي النادي الاهلي مسيطر بشكل كبير اثناء المباريات، وبيدينا كمان عدد كبير من الاهداف. هنتكلم على بطوله الدوري 71 هدف، ودي اعلى نسبه تهديف او يعني افضل خط هجومي. كمان دخل مرمى النادي الاهلي 8 اهداف في بطوله الدوري، يعني هي الاطول واعتقد وشق جدا جدا بطوله الدوري هذا الموسم، وبالتالي قدر النادي الاهلي انه يعمل البالانس ده او التوازن بين الناحيه الدفاعيه والهجوميه. انا واقفه عند حته النادي الاهلي كعبه عالي، وعايزه اخد منها نقطه مهمه يا كابتن، انه حلو قوي في موسيماني ان هو ما عندوش حته انه في حد كعبه عالي على حد، او انه يعني ده كلام احنا ممكن نقوله، صحيح. ده كلام الجماهير ممكن تقوله، صحيح. ولكن برضو عايز اخد رايك في ده، انه موسيماني لما كان بيتكلم بعد الفوز على الوداد في ارضه بالنتيجه دي والعرض العظيم اللي شفناه من النادي الاهلي، ولكن كان كل تصريحاته ان احنا ما خدناش بطوله، احنا مجرد صحيح. كسبنا مباراه. كان موصل جدا للعيبه، وده مهم جدا في المدرب، مش بس انه بيتعامل بقى معاهم نفسيا كويس، لا، موصل جدا للعيبه انه انا ما كسبتش، انا هدفي ان انا اكسب البطوله دي، مش معنى ان انت كسبت الوداد على ارضه ان احنا كسبنا. قال جمله مهمه، انه زي ما احنا كسبناهم على ارضهم هم يقدروا يجوا يكسبونا على ارضنا. ده صحيح. قد ايه ده مهم انه يكون موصل للاعيبته انه كل حاجه ما انتهتش غير لما ابقى انا معايا الكاس خلاص، لا، لما الحكم يصفر 90 دقيقه هي الفايصل. ده صحيح، ودي شخصيه المدرب اللي بكلمك عنها، انه البطوله
وده اللي بيلعب عليه دايما النادي الاهلي، مش بس المدير الفني الحالي للنادي الاهلي، لا اي مدير فني بيتولى الاداره الفنيه للنادي الاهلي بيدخل داخل الجدران النادي الاهلي خلاص بيتعود انه الهدف والتارجت اللي موجود هو البطوله، سواء بطوله محليه او افريقيه، وبالتالي يعني ده بيديله قوه كبيره جدا مع اللاعبين، بيديله انه بيكون عنده اصرار كبير جدا مع اللاعبين وجهازه الفني انه البطوله هي رقم واحد، مش بس اني فزت مباراه او تعادلت او خسرت، لا هي البطوله دايما او الكاس او كاس افريقيا بالتاكيد او بطوله الدوري هي الـ 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 الهدف اللي كلنا بنسعى ليه. اعتقد ان ميتسوماني نجح بشكل كبير الفتره اللي فاتت في التعامل مع اللاعبين، ونجح بشكل كبير في تحقيق نتائج مميزه مع النادي الاهلي، وده ادى مساحه كبيره للكابتن خطيب ومجلس اداره النادي الاهلي انه يتعاقد معاه كمان لمده موسمين علشان يكون عنده إرياحية أكتر في اختيار اللاعبين. شفتي إنه في بعض الأسماء كان مرشحها مثلا المدير الفني السابق فايلر للنادي الأهلي، هو بعد ما بحث وشاف ودور لطريقة لعبه الأنسب، مين لطريقة لعبه الأنسب، مين اللي هيخدم النادي الأهلي ويخدم كمان الجهاز الفني للنادي الأهلي، كل واحد بالتأكيد بيسعى إنه مجده يكون مرتبط بمجد نادي كبير زي نادي الأهلي، وبالتالي لما بحث ودور وشاف رفض بعض اللاعبين اللي كان مرشحهم فايلر، وابتدى يدور هو كمان ويشوف بعينه. بدر بانون اعتقد هيكون اضافه كبيره جدا جدا للنادي الاهلي، اعاده بعض اللاعبين من الاعراض زي صلاح محسن ناصر ماهر. حضرتك برضو عند بدر بانون يا كابتن، قد ايه مهم ان يكون في لاعب في خط الدفاع كابتن ليدر صحيح. عنده شخصيه القائد. شايف صفقة بدر بانون ازاي؟ يعني انا شايفه انه يعني فكره ان هو قائد دي صفه شخصيه مهمه جدا في الناحيه اللي ورا دي، في خط الدفاع، في حراسه المرمى، بتفرق قوي مع الفريق. صحيح. لو اتكلمنا عن تاريخ النادي الاهلي مش عايز اذكر اسماء كتير، ولكن خليني اخد نموذجين. اتكلم عن كابتن مصطفى يونس مثلا، اتكلم عن كابتن وائل جمعه في تاريخ النادي الاهلي وفي تاريخ منتخب مصر، اتكلم عن وائل جمعه الصخره. طبعا الشخصية القيادية داخل الملعب خاصة لما تكون في خط فاصل، اتكلم عن خط دفاع، خط الوسط والهجوم كمان، ولكن تحديدا الخطين دول، خط الوسط وخط الدفاع، لما يكون فيهم ليدر، لما يكون فيهم قائد او لاعب بيتسم بالشخصية القيادية، صفات قيادية، بيقدر يوجه الناس كلها بتسمع له داخل الملعب، بيقدروا ينفذوا خاصة ان هم بيثقوا فيه بشكل كبير جدا. يمكن شويه بعد وائل جمعه حصل ارتباك شويه في خط دفاع النادي الاهلي، في خطوط دفاع النادي الاهلي فترات شويه، يمكن عوده سعد سمير شويه كان موجود، رامي ربيعه، في اسماء تواجدت، ولكن بالتاكيد الصفه او صفه اللاعب لما يكون عنده صفه الشخصيه القياديه دي بتفرق كتير جدا جدا مع الفريق ككل. بدر بانون عنده ده ويمتلك امكانيات فنيه وبدنيه رائعه جدا، والحقيقه انا بشكرك يا ساره لانه ناس كتيره ما تعرفش فكره ان بدر بانون عنده او ليدر داخل الملعب بيقدر يوجه زمايله بشكل قوي بدون زعل بدون زعيق. عارفه لما تكون عندك قائد او يكون عندك قائد سواء في الشغل او في الملعب، انا بتكلم عموما يعني، بتثقي فيه، ده بيدي ارتياحيه كتيره جدا جدا في التعامل، وبالتالي اعتقد بدر بانون ان شاء الله هيكون انا متابع الدوري المغربي يا كابتن. عشان كده بالتاكيد عارفه انه بدر بانون الحقيقه يعني كان في الوداد كان مميز جدا جدا وعنده الصفه دي بالتاكيد، وهتفرق كتير جدا الحقيقه مع النادي الاهلي وجوده مع بعض مع معظم لاعبي النادي الاهلي في خط الدفاع ان شاء الله في الموسم القادم ان شاء الله. وطبعا هو جاي يعني من نادي افريقي كبير، يعني نادي افريقي كبير وهو الاهم والاكبر في افريقيا النادي الاهلي. بنتمنى طبعا الصفقه دي تكون زي ما جماهير النادي الاهلي مستنيينها، وان شاء الله يعني باذن الله يدي افضل ما عنده. طبعا يعني بدر بانون من نادي رجاء للنادي الاهلي صفقه تصريحاته كمان فيها فخر واعتزاز انه انضم للنادي الاهلي، وده الحقيقه بيسعدني جدا، يعني مدرك قيمه تيشرت النادي الاهلي، ودي بتفرق قوي معانا مع جماهير النادي الاهلي يا كابتن. بمناسبه الكلام على الصفقات برضو عايز اخد رايك في طاهر، واللي دايما بقوله عليه جوكر. طاهر محمد طاهر من اربع خمس مواسم الحقيقه انا بتابعه، وشايف انه من اربع خمس مواسم يستحق انه ينضم للنادي الاهلي لانه مميز جدا الحقيقه. جوكر زي ما بتتكلمي انه بيلعب في اكتر من مكان، لسه سنه صغير ولكن اكتسب خبرات كتيره باللعب، عدد مباريات كتيره جدا مع نادي المقاولين العرب، تقدري تستفيدي منه في الخط
الخلفي للمهاجم او كمان يلعب في الناحيه الهجوميه كمهاجم صريح، وبالتالي عنده مميزات كتيره جدا. كنا بنتكلم دايما عن بعض اللاعبين اللي بيتسم بصفه الجوكر، احمد فتحي، بنتكلم عن اسماء كتير، مش عايز اذكر اسماء عشان الناس بتزعل، ولكن بعض الاسماء او بعض لاعبي كره القدم اللي بيتسم بصفات كبيره جدا فنيه يقدر يلعب في اكتر من مكان بيكون زي الجولد كده، زي الذهب للمدير الفني. وبالتالي طاهر من اللاعبين المميزين جدا جدا اللي يقدر يخدم النادي الاهلي ان شاء الله في اكتر من مكان. ربنا بس يبعد عنه الاصابات ان شاء الله ويقدر يبتدي الموسم مع النادي الاهلي بشكل جيد. عايز كمان افكر الناس انه الاعارات الحقيقه اللي عادت للنادي الاهلي مميزين جدا، وانا عايز اشكرهم بشكل شخصي لسبب، لانه الرحيل عن النادي الاهلي سواء للاعاره او الرحيل النهائي بيكون صعب على اي لاعب. قلعه النادي الاهلي والقلعه الحمراء هتفرق نفسيا بشكل كبير جدا جدا يا ساره مع اي لاعب، وبالتالي انه يشتغل على نفسه ويجتهد مع الفريق اللي انضم له ويبرز بهذا الشكل ويؤدي بهذا الشكل الفني والبدني الرائع سواء ناصر ماهر او صلاح محسن او اكرم توفيق على مدار موسمين او ثلاثه اعارات، اعتقد ان هم يستحقوا ان هم يعودوا للنادي الاهلي وينضموا للنادي الاهلي، وان شاء الله يكون لهم دور كبير جدا جدا ان شاء الله مع النادي الاهلي الفتره اللي جايه، لان هم بالفعل بذلوا مجهود كبير جدا جدا مع فرقهم علشان يعودوا مره ثانيه للقلعه الحمراء باذن الله. طبعا يا كابتن خليني برضو اتكلم مع حضرتك على بصمات موسيماني اللي ظهرت قوي من اول ماتشات لي مع النادي الاهلي. يمكن اول ما جه المدرب كنا بنقول انه امتى هنشوف بصماته، امتى هنعرف الراجل ده. الوقت كان ضيق قوي برده يا كابتن، كان في زحمه مباريات وقدامه بس 3 مباريات في الدوري على افريقيا، ولكن من اول مباراه احنا شفنا تغيير كبير. يعني احنا شفنا وحده متماسكه، شفنا فريق بيطلع على المرمى اكتر، شفنا استحواذ بشكل اكبر، شفنا اللعيبه نفسيا اهدى ومبسوطه اكتر. كنت شايف ده ازاي انه ده يظهر بالسرعه دي؟ ده كان متوقع بالنسبه لك؟ يعني الحقيقه ساره انت لميتي كل النقاط اللي كنا نتمناها في مدير فني يتولى في الفتره الضيقه دي، الفتره الصغيره دي. صح. لانه انت كنت في عنق زجاجه مباراتين او ثلاثه في الدوري، وهتدخلي على مباراه قويه جدا جدا سيمي فاينل، تكلمي على بطوله افريقيا لكل جماهير النادي الاهلي وعشاق النادي الاهلي في كل الوطن العربي بيدوروا عليها دلوقتي. وبالتالي الفتره كانت صعبه جدا، وتعامل متسوميني بهذا الشكل وبهذا الهدوء وبهذه الثقه، اعتقد ان كان في دور كبير جدا 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 لمجلس الاداره، كان في دور كبير جدا لجماهير النادي الاهلي في دعمه كمان، لانه مهم جدا انك تشتغلي بارتياحيه في وسط اجواء دعم. وده تلقاه الحقيقه من مجلس اداره النادي الاهلي، تلقاه من كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره، تلقاه من جمهور النادي الاهلي في السوشيال ميديا وفي الاعلام ولما بيقابل الناس في الشارع الرياضي، وبالتالي اديته ارتياحيه بشكل كبير. ولكن لو اتكلمتيني عن الـ يعني اهم الصفات اللي قدر سوميني انه يفرضها على الملعب من الناحيه الفنيه، النزعه الهجوميه. النادي الاهلي بالتاكيد دايما عنده نزعه هجوميه ودايما بيلعب على المكسب، والمكسب هو الهدف الوحيد لكل لاعبي النادي الاهلي في كل او على مر التاريخ. ولكن احيانا بيكون في وانت بتهاجمي او بتلعبي بالطريقه دي بيكون في اخطاء كتير سواء في خط الوسط او في خط الدفاع، وبالتالي انه في مدير فني يقدر يتولى في الفتره القصيره دي ويقدر يتعامل بالتوازن ده في الناحيه الهجوميه والناحيه الدفاعيه، ما تدخلش مرمانا اهداف، بتستحوذي في وسط الملعب وفي كل ارجاء الملعب، بتلعبي بطريقه هجوميه بحيث انك تقدري تحرزي هدف واثنين وثلاثه. انا عايز اقول لك بصفه شخصيه، مثلا انا في بعض الاوقات كنت ببقى متخوف على النادي الاهلي في مباراه، خلينا نتكلم على الدوري حتى، متخوف على النادي الاهلي في بعض المباريات حتى وانا كسبان 1، احيانا كنت ببقى خايف انه نتلقى هدف او انه ما نقدرش نعزز الهدف ده. في فتره من فترات يمكن قبل ريني فايلر شويه كنت بتخوف، يعني في اي مباراه كنت ببقى خايف شويه. ولكن الحقيقه الفترات دي، عشان كده بقول لك ان الفترتين مهمين جدا مع بعض، لانه رينيفر اشتغل على حاجه مهمه جدا وهي الاستحواذ والسيطره وطريقه اللعب اللي فيها توازن شويه. بتسوميني الحقيقه كمل ده بشكل رائع جدا، ما افقدش الفريق سماته وصفاته الدفاعيه والهجوميه، ولكن زود في الناحيه الهجوميه انه تقدري تحرزي هدف واثنين وثلاثه. بنتكلم عن الوداد انك تكسبي هناك بعدد كبير من الاهداف
اعتقد انها كانت مفاجاه للنادي الاهلي وجماهيره، واعتقد انه كمان كنت شايفه ازاي ان هو كان بيهاجم الوداد على الارض. دي 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 الفكره، انه انك بتهاجمي وانت بتهاجمي وانت في سيطره، بتهاجمي وانت مش قلقانه، لانه في ارتداد بشكل كبير لكل اللاعبين، في التزامات دفاعيه لكل اللاعبين. انا بشوف يعني قفشه مثلا، انا من وجهه نظري انه الناحيه الدفاعيه عنده ضعيفه شويه، ولكن الفترات الاخيره انا بشوف قفشه في عند خط مرمون، بنشوف قفشه عند الشناوي بيدافع، وبالتالي سرعه الارتداد والتوازن بين الهجوم والدفاع لكل لاعبي النادي الاهلي الفترات الاخيره ده ادى ميزه كبيره جدا جدا للاعبي النادي الاهلي، واعتقد ان دي هتبقى مهمه جدا جدا في مباراه الزمالك، لانه زي ما قلت لك انه ما حدش هيقدر ينكر انه فريق الزمالك اصبح فريق متوازن كمان، والا ما كانش هيوصل لنهائي افريقيا. ده صحيح، وكمان عنده يعني باتشيكو طريقته الدفاعيه شويه بتصعب الامور على الفرق، خاصه لما يكون فريق زي النادي الاهلي بيهاجم بشكل كبير ودايما بيلعب على المكسب والفوز واحراز الاهداف، لما يكون بيواجه فريق متوازن شويه دفاعيا وبيلعب احيانا على الهجمات المرتده وعنده اللعيبه اللي تقدر تنفذ ده، وبالتالي محتاج يعني شغل كتير جدا جدا داخل الملعب، محتاج الشغل اللي تم الفترات اللي فاتت، انه يكون عندي التوازن ده في خط الدفاع وخط الهجوم او الناحيه الدفاعيه والهجوميه، يكون عندي اللعب على او الضغط على المنافس من بدايه المباراه، وده شفناه الفترات الاخيره مع بتسوماني بيلعب بشكل كبير جدا على الاطراف والاختراقات من العمق، يعني في تنوع كمان في النواحي الهجوميه، وبالتالي اعتقد ان بتسوماني نجح بشكل كبير جدا جدا الفترات الاخيره في اعاده النادي الاهلي مره ثانيه للتوازن على المستوى الفني بشكل عام سواء الدفاعي او الهجومي. إيه كنا بنتكلم، حضرتك كنت بتقول على دعم الجماهير لموسيماني في بدايته وقد ايه فرق معاه جدا. قد ايه مهم يا كابتن اشرف دعم الجماهير للنادي الاهلي الفتره دي؟ شايف ايه المطلوب من جماهير الاهلي الفتره دي؟ يعني انا شايف ان دايما جمهور النادي الاهلي هو رقم واحد. كل لاعبي النادي الاهلي وكل الاجهزه الفنيه وكل مجالس الادارات عارفين ده كويس، وعارفين ان جمهور النادي الاهلي هو درع النادي الاهلي اللي بيحميه والدرع اللي دايما بيدعمه. وبالتالي انا اتمنى بس انه جمهورنا يبتعد شويه عن التفاهات بقى والحاجات اللي بتحصل، بعض الجماهير مش هقول الكل، الحاجات اللي بتحصل على السوشيال ميديا والحاجات اللي بتحصل شويه في الفيسبوك وتويتر وانستجرام والحاجات دي، اتمنى ان هم يركزوا اكتر في دعم فرقتنا، الدعم القوي جدا من خلال عدم نشر الاخبار غير السليمه، عدم نشر حتى الاخبار. عارف يا كابتن هو بيبقى في قلق، يعني مثلا الجمهور بيبقى قلقان شويه، عايز يطمن على اللعيبه، عايز يطمن على الفريق، فلما يجي خبر مثلا اي اشاعه انه مثلا في النادي الاهلي اصابات في القلق اللي عند الجمهور بيخليهم ممكن يصدقوا اي حاجه، بس احنا بناكد دايما انه لو في اي حاجه النادي الاهلي هو المصدر الاساسي، قناه الاهلي. اعتقد كده صح، انا لسه هقول المصدر الاكيد والرسمي اللي ممكن يقول اي خبر طبعا لجمهور النادي الاهلي. لسه هقول لك انه قناه النادي الاهلي اصبحت الحقيقه مصدر مهم جدا جدا للاخبار بعد التعديلات الجديده والتطوير الرائع جدا اللي تم في النادي الاهلي او في قناه النادي الاهلي، اصبحت القناه هي المصدر الرئيسي للاخبار، واعتقد ان مفيش يعني هنا اعتقد ساره ما بتخبوش حاجه على جمهورنا، دايما الاخبار بشكل يومي وبشكل يمكن كل ساعه في برنامج وفي اخبار جديده عن النادي الاهلي. لا النادي الاهلي وقناه النادي الاهلي اصبحت الحقيقه مصدر مهم جدا جدا لجماهير النادي الاهلي. وعدنا بالمصداقيه ده صحيح من اول يوم، لان ده هي دي قيم ومبادئ النادي الاهلي وده اللي اتربينا عليه. ده صحيح. فالحقيقه ده دايما ببقى عايزه اوصله للجمهور انه اي خبر عن النادي الاهلي، عن لعيبه النادي الاهلي، عن الجهاز الفني اكيد هنقوله لحضراتكم، واي اشاعات ما تسمعولهاش، لان احنا في فتره حساسه جدا، في فتره جداً. كله عايز يطلع اشاعات، ومن اول الموسم ده مش بس دلوقتي، من اول الموسم كلام واشاعات وهجوم على النادي الاهلي، ولكن دايما بناكد وبننفي اي اشاعه وبناكد ان احنا المصدر الاساسي والرسمي كمؤسسه الاهلي ان احنا نقدر نقول لحضراتكم الاخبار الاكيده والصحيحه. ده صحيح، وعايز اضيف بس انه الاربع خمس ايام اللي جايين دول مهم جدا جدا الحقيقه الهدوء، يعني كلنا عارفين انه الجهاز الفني واداره الكره في النادي الاهلي خلاص يعني عزلت فريق كره القدم عن او عزلت فرقتنا عن الاخبار وعن الاجواء دي، ولكن مهم جدا كمان انه الناس تستقر شويه نفسيا، نبتدي ندعم فرقتنا من خلال التويتات او الفيسبوك، دعم فقط، مالناش دعوه بالمنافس، خلينا
في 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 فرقتنا. صح. خلينا وده كمان فكره نبذ التعصب بنتكلم عنه، احنا بنتكلم عن فرقتنا، بنتكلم ندعم ازاي فريق النادي الاهلي، ونتمنى ان شاء الله يعني انه يعني في خلال الاربع خمس ايام الجايين دول ان شاء الله ما يكونش في اصابات، وان شاء الله ما يكونش في كورونا، ونتمنى ان يكون في حتى لو على سبيل الدعم لهذه المباراه التاريخيه ان يكون في عدد من الجماهير يعني مش قليل، ولكن يكون في يعني في جمهور، ونراعي شويه الكورونا، او يكون في تباعد بشكل او باخر، ولكن نتمنى يكون في جمهور في المدرجات. ساره اتمنى ده، لانه اعتقد ان مباراه زي دي او مباراه بهذا الحجم التاريخي محتاجه ان يكون في جمهور عشان كمان اللعيبه تبدع في هذه المباراه باذن الله يا كابتن. ونتمنى ان احنا نشوف حاجه تشرف الكره المصريه اكيد، عرض مشرف. وبشكر حضرتك جدا كابتن اشرف انك كنت معايا. بشكرك جدا ساره على وجودي معاكي، وان شاء الله كل الدعم للنادي الاهلي. نتمنى ان شاء الله ان كل جماهيرنا تدعم فرقتنا ان شاء الله المباراه اللي جايه، ان شاء الله التاسعه موجوده في النادي الاهلي باذن الله. باذن الله يا كابتن، بشكر حضرتك جدا وبشكر حضراتكم على المتابعه. وهو ده وقت الشعار الاهلاوي مش هيسيبنا، وكلنا في ظهر فريقنا، وباذن الله التاسعه تكون قريب للنادي الاهلي. بشكر حضراتكم، بكره حلقه جديده من برنامج السادسه.